بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم معانا في المحاضرة الجديدة، وهنتكلم فيها مع بعض عن تاني برينسبل معانا أو تاني قاعدة أو تاني مبدأ من مبادئ كتابة السوفت وير. تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن السنجل ريسبونسابيليتي، وشفنا إزاي نقدر نطبقه وإزاي إن إحنا نقدر نكتشف العيب ده في الكلاس أو المشكلة دي في الكلاس اللي إحنا شغالين عليه. وزي ما اتفقنا ان من الافضل وانت شغال في سوفت وير، من الافضل ليك كديفلوبر ان انت تتبع المبادئ الخمسه اللي احنا بنتكلم عنها. طيب، تاني مبدا معانا هو مبدا الاوبن كلوزد برينسيبل. يعني ايه؟ او بيرمز له اختصارا بكلمه او سي بي، عشان لو سمعت مصطلح الاو سي بي او الاس ار بي زي المحاضره اللي فاتت فتبقى عارف ان ده اختصار للمصطلح اللي اسمه او سي بي، مثلا اختصار للمصطلح اللي اسمه اوبن كلوزد برينسيبل. لو انت في انترفيو اتسألت عنها او لو سمعته المصطلح ده ايا كان النقاش او الموقف اللي سمعته فيه، فتبقى فاهم المصطلح ده بيدل عليه. المبدأ اللي معانا دلوقتي او مبدأ الاوبن كلوزد برينسيبل ده مبدأ مهم جدا 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 وضروري جدا ان انت تتبعه في السوفت وير بتاعك. المبدأ ده المقصود بيه ان الكلاس بتاعك يكون open for extension و closed for modification. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه open for extension و closed for modification؟ يعني انا الكلاسز بتاعتي او الفانكشنز بتاعتي او الموديولز اللي بكتبها، ايا كان الوحده اللي بكتب فيها الكود هتسميها ايه حسب لغه البرمجه اللي انت شغال بيها مثلا، الجزء ده يكون مقفول على التعديلات، يعني ما اعملش فيه تعديلات، ولكن اقدر ان انا اكستندو. يعني ايه اقدر ان انا اكستند؟ يعني اقدر ان انا اضيف له حاجات زياده تزود الفانكشناليتي بتاعته. على سبيل المثال، لو انا عندي كلاس مثلا والكلاس ده جواه فانكشن، الفانكشن دي وليكن بتحسب المرتبات، لو انا عندي الكلاس ده بتاع موظف والفانكشن دي بتحسب الراتب بتاع الموظف، اذا الفانكشن دي ما ينفعش اجي اعدل فيها عشان اخليها تحسب الراتب بتاع الموظف مثلا بشكل معين، لا انا اروح اعمل كلاس تاني بينهرت او بيورث من الكلاس ده واحط فيه الفانكشن الجديده. يبقى الكلاس القديم زي ما هو، ما غيرتش فيه حاجه، ولكن اداني صلاحيه او خلاه مسموح ليا ان انا اورث منه واعمل كلاس جديد بالفانكشن الجديده. طب انا هستفيد ايه لما اعمل كده؟ هستفيد حاجه مهمه جدا، ان انا مش هعمل تشينجز او مش هغير اي حاجه في الكلاسز القديمه، وبالتالي الكود القديم هيفضل شغال كما هو، مش محتاج اعمل له تيست من جديد. وعمليه التيست دي او عمليه الكواليتي، لو انت شغال في شركه سوفت وير هتلاقي العمليه دي عمليه مهمه جدا ومرهقه جدا، تمام؟ واي تعديل بيحتاج ان انت تعيد التيست من جديد، دي نقطه مهمه جدا. طيب ازاي انا اقدر احقق المبدا ده؟ المبدأ ده عشان أحققه قدامي طريقة من الطريقتين. أول طريقة إن أنا ممكن أستخدم الـ Abstract Classes، تمام؟ تاني طريقة إن أنا ممكن أستخدم الـ Interface. طيب، تعالوا نشوف مع بعض إزاي هنقدر نعمل الكلام ده. أولاً خلونا كده ناخد مثال، وبعد المثال نشوف مع بعض هنعمله إزاي.